نسيب كل دوت ونروح لنادي المقصة. نادي المقصة مع الكابتن إيهاب جلال، ونادي المقصة بيقول إن الكابتن إيهاب جلال مكمل مع الفريق الأول بنادي مصر المقصة. ده بعد طبعا ما كابتن أحمد إبراهيم المدرب العام للفريق قال حقيقة موقف المدير الفني وحقيقة رحيل الكابتن إيهاب جلال مع نهاية الموسم، وقال بنسبة كبيرة جدا جدا الكابتن إيهاب هيكمل مع نادي المقصة الموسم اللي جاي. وإحنا كلنا عارفين إن كان في شائعات كتيرة جدا بتقول إن الفترة الأخيرة إن الكابتن إيهاب جلال هيسيب نادي المقصة مع نهاية الدوري، لكن المدرب العام أكد إن إيهاب جلال إن شاء الله احتمال كبير جدا جدا هيكون متواجد في على رأس القائمة الفنية لنادي مصر المقصة في الموسم القادم. وكلنا عارفين يا سامي ان يمكن نادي مصر المقصة مرتبط اسمه باسم الكابتن إيهاب جلال، يعني في بعض المدربين وبعض الأندية وكابتن حمد إبراهيم برضه طبعا في كيمياء وخلطة كده، يعني لسه مش فاهمين الاسر. لا هو طبعا زي ما بقول لك يمكن كابتن إيهاب عمل اول ما اشتغل في نادي المقصة عمل شكل اكتر من رائع، ونادي المقصة كمان في كيمياء زي ما احنا بنقول ما بين نادي المقصة وكابتن إيهاب جلال. كابتن إيهاب طبعا قيمة كبيرة جدا ومدرب كبير، هو كمان عنده راحة نفسية وبيعرف يتعامل كويس مع الإدارة مع اللاعبين، طلع لاعبين كبار جدا جدا. فنتمنى التوفيق طبعا لنادي مصر المقصة وكمان الكابتن إيهاب جلال. دلوقتي احنا معانا على التليفون كابتن حمد إبراهيم على التليفون، اهلا بيك. اهلا وسهلا، تحياتي للكابتن هاني وتحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا كابتن حمد. ايه سر الكيمياء اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي بينك وبين كابتن إيهاب جلال؟ والله يعني يعني طول فترة العمل بيني وبين الكابتن إيهاب ففي توافق كبير جدا بيني وبينه في الشغل، في الآراء نفسها، في العمل نفسه جوه الشغل جوه الوحدة. والكابتن هاني طبعا مدير فني وفاهم الكلام ده كويس، لأن دايما المدير الفني لازم يبقى عنده توافق في الآراء مع المدرب العام بتاعه، نبقى واحدة واحدة بنشتغل بشكل واحد بفكر واحد. اللي بيتقال اللعيبة من عند الكابتن إيهاب لازم يتقال من عندي، لازم يبقى الآراء كلها واحدة وفي اتجاه واحد، في اتجاه مصلحة اللاعب ومصلحة الشغل نفسه. طبعا يعني الحمد لله في راحة نفسية بيني وبينه، ده غير بره الشغل. طبعا الكابتن إيهاب اخويا الكبير وفي علاقة بيني وبينه بتمتد من سنة 90 من ايام ما كنا بنلعب في فرقة واحدة. فده كل ده ساعدنا ان احنا في الاخر نقدر نشتغل ونبقى فيه راحة بالنسبة للعمل العام. طيب كابتن حمد، طبعا العلاقة واضحة جدا ما بين حتى الكابتن إيهاب ومرتبط اسمه بمصر المقصة، واعتقد نفس الكلام انتوا يعني بتقدموا كل الدعم وبتقدموا كل حاجة يقدر ان كابتن إيهاب جلال ينفذ افكاره وينفذ خططه ويكون عنده كل الامكانيات لتحقيق طبعا طموحات مصر المقصة. احنا شايفين دلوقتي يعني في مركز متأخر جدا جدا، عايزين نعرف ايه الشكل اللي الفترة اللي جاية او البلان لمصر المقصة علشان نشوف تاني مصر المقصة من ضمن الأربعة اللي بيمثلوا او المربع الذهبي في الدوري المصري، شايفها ازاي وفرصتكم ايه في البقاء في الدوري الممتاز؟ والله كنت هنا احنا جينا لقينا الفرقه في وضع صعب جدا طبعا، واحنا محتاجه مجهود كبير جدا مننا ومن اللعيبه ومن مجلس الاداره طبعا قبلنا، فدي محتاجه مجهود من كل الاطراف. ده اول ماتش ليكوا بعد ما توليتوا المهمه يا كابتن. طبعا انت بتشوفي الفرقه بتاعتك قبل ما بتمسكي وبتحاولي تحددي الملامح بتاعت اللعيبه عندك وازاي طريقه الشغل معاها. فطبعا في اسماء كبيره جوه مصر المقصه، بس محتاجين طبعا شويه شغل ومحتاجين طبعا شغل كبير جدا ومحتاجين مجهود كبير جدا. مصر المقصه من 11 اسبوع ما فاتتش ولا مباراه. النهارده لما عندها ماتش صعب جدا كنا مع اسوان، توفيق ربنا الحمد لله رب العالمين وقدرنا ناخد 3 بونت كانوا مهمين جدا في بدايه الدور الثاني، ومع فرقه سبقانه ب4 بونت وعندنا 3 فرق 15 و2 16 و1 17، فانك تكسب النهارده فانت هتطلعي في 5-6 فرق يبقى معاكي في المنطقه دي بعد التعادل والخساره. صح، يطمن ويرتاح. الحمد لله شكل حتى الفني نفسه النهارده طمن اللعيبه شويه، طمنا احنا الجهاز واحنا بنشتغل ان في حاجه اللعيبه بتحاول تنفذها، طبعا مش بنفس القدر اللي احنا عايزينه او مش بنفس الصوره اللي احنا عايزينها، لكن في الاول وفي الاخر عملوا حاجات الحد الادنى في الاداء نفسه
بالنسبه لنا احنا يطمننا شويه ان احنا الماتشات اللي جايه ان شاء الله اللعيبه بس ان شاء الله تستخدم الكلام ده وتبقى مطمنه لطريقه لعب الكابتن ايهاب، وهم مرتاحين يعني الحمد لله ان اللعيبه مرتاحه مع الكابتن ايهاب، ودي حاجه مهمه جدا ان اللعيب نفسه مطمن للمدير الفني اللي معاه فهيقدر يشتغل بشكل مميز. مهمتنا ان احنا في الماتشات اللي جايه ان احنا نطلع بقى نسيب المكان ده كابتن هاني ونطلع لحته احنا نروح مطمنين في الجدول عشان اللعيبه تلعب وهي مرتاحه عشان تقدر تظهر امكانياتها وتقدر تشتغل بالشكل اللي يرضينا ويرضي مجلس الاداره وان شاء الله نطلع في حته كويسه. ده اللي بتكلم عليه طبعا. مبروك الفوز، ويمكن انت قلت حاجه ايجابيه جدا حتى على المستوى النفسي انك بعد يعني 11 مباراه بدون مكسب بتكسب فريق، وتحياتنا طبعا بنقول هارد لك لنادي اسوان لان من الفرق المكافحه جدا جدا وعاملين شكل كويس في الدوري. لكن زي ما بتقول يا كابتن حمد مهم جدا العامل الايجابي، مهم جدا التفاعل الايجابي ما بين كل منظومه مصر المقاصه على المستوى الاداري على المستوى الفني على مستوى اللاعبين، فده طبعا شيء ايجابي جدا جدا جدا. و يعني نتمنى طبعا نتمنى التوفيق لكل الانديه وخاصه النادي من مصر المقاصه اللي دي حاجه مهمه جدا يا كابتن هاني. اتفضل يا كابتن. كويس جدا عمل مباراه من المباريات الكويسه، لكن الحمد لله ان الغلبه كلها في المباراه الحمد لله. يعني لو الناس تابعت المباراه هتلاقي معظم الحاجات احنا راكبين في كل حاجه، يعني في عدد الفرص في الاستحواذ في الشغل الفني جوه المباراه قدرنا في عدد الفرص اللي احنا نقللها على المرمى عندنا هنلاقي يعني نقول مثلا يعني فرص قليله جدا اللي جت علينا، ودي حاجه مهمه جدا جوه المباراه كابتن هاني. انا عارف ان حضرتك طبعا فاهم الكلام ده طبعا وانت شايف الشكل الفني نفسه ان اللعيب اللي هو لعب هو مطمن مع المدير الفني هيوصل لمرحله كويسه. احنا بنوصل بس في المرحله اللي جايه ان احنا نعدي الحته دي مع اللعيبه ان احنا ان شاء الله يأدوا وهم مبسوطين، وانت عارف اللعيب هو بيأدي وهو طبعا دي حاجه مهمه جدا بتدي انطباع على الفريق وبتديله راحه في الشغل الفني نفسه ويقدر يؤدي بشكل كويس، والثقه بقى اللي انت بتديها له كابتن هاني من جوه الشغل نفسه هي اللي بتخلي اللعيب يشتغل بالشكل اللي احنا عايزينه. ايمن حفني، هل من الطبيعي او المنطقي انه يرجع بشكل استثنائي لمصر المقاصه كابتن حمد؟ والله انا ما اعرفش طبعا، يعني ايمن احنا طلع اعاره من مصر المقاصه قبل ما نبقى موجودين واشتغل مع المقاولين، وبعدين هم شكوا الاعاره بيتهيألي صعب ان هو صعب انه يلعب التكمله نفسها ما نعرفش. لا هو طبعا يا كابتن حمد صعب جدا لانه لعب مع نادي المقاولين ثلاث مواسم نفسه فمش هينفع يلعب ما اعرفش يعني لسه ما اعرفش والله يا حضرتك. يعني اعتقد يا كابتن حمد هيكون من الصعب جدا وجود ايمن حفني لان هو نادي المقاولين ما قصرش او ما قطعش عقد الاعاره، هو على المستوى الفني فقط استبعد من الفريق لنواحي فنيه فقط، وبالتالي اعتقادي الشخصي انه لا يستطيع طبعا اللعب مع اي نادي طالما لسه على ذمه نادي المقاولين، وبالتالي هيكون صعب تواجده في نادي مصر المقاصه الفتره اللي جايه. نتمنى لكم التوفيق يا كابتن، وتحياتي للكابتن ايهاب وجود لك ان شاء الله في الماتشات اللي جايه، وبالتوفيق ليك دايما يا كابتن حمد. طيب.